من جهته قال وزير التموين علي المصلحي إن مصر تنتج يوميا نحو 300 مليون رغيف ما يستدعي تحركا سريعا باتجاه منع هدر الأقماح، مشيرا إلى أن سعة الصوامع المعدنية الموجودة في مصر حاليا تصل إلى 4.5 مليون طن. بننتج يوميا ما بين 275 ل 300 مليون رغيف يوميا. طبعا لو وفرنا في الفاقد مهم جدا، اي توفير في الفاقد 5% 10% انا بقول حضرتك على الاقل رفع كفاءه الساعات التخزينيه والتحول من الشون المكشوفه الى الصوامع على الاقل 10%. ال 10% دول يمثلوا 4 مليار جنيه مباشر. عندنا ساعات تخزينيه جيده متميزة تحافظ على الأقماح لا تقل عن 4.2 مليون طن.